مكملين معاكم فقراتنا وموضوعنا عن حركة الميدان. حركة الميدان أنشئت بعد ثورة 25 يناير، ومن أهدافها طبعا تحقيق مطالب الثورة ونشر الوعي بين المتظاهرين والثوار المصريين. الحركة كمان عملت دراسة مهمة جدا عن الانتخابات البرلمانية المفترض ان هي هتبدأ بكرة في مصر. النهاردة منورنا باشمهندس محمد مرسي، منسق عام حركة الميدان، والدكتور غادة عماد حشمت، منسقة اللجنة الإعلامية للحركة. صباح الخير. صباح الخير. أهلا منورنا. وعايزة ابتدي بليديز فيرست دكتور غادة، وعايزة اعرف من حضرتك بداية الحركة، يعني عايزة اعرف ايه الحراك اللي حصل خلاكم تعملوا حركة الميدان؟ هو احنا بدأنا الحركة من الميدان، حتى سميناها حركة ميدان، وحتى من مبادئ الحركة ان احنا ما بنضمش اي عضو لينا لا ينتمي للثورة. فبدأت الفكرة وحطينا اهدافنا وبدأنا بعد الثورة على طول، واحنا حركة ضميرية وطنية مستقلة، ملناش اي اهداف للوصول لاي سلطة سياسية. احنا برضو يعني بس انا عايزه اسال حضرتك، وحضرتك بتحكي كده ازاي اي حد ما بتسمحوش لاي حد ينضم ليكم غير لو كان من الثوره؟ يعني بتعملوا كشف ثوره ده ازاي؟ احنا بيبقى في اجتماع اللي هو الناس الاعضاء الاول، وبعدين بيتنقلوا بعد كده للمكتب التاسيسي او التنفيذي. اوكي. احنا ما بننتميش لاي حزب سياسي او اي تيارات سياسيه في البلد، عشان كده بقول لك احنا حركه مستقله. أهدافنا النهضة، أهدافنا التنمية في جميع المجالات الثقافية الاجتماعية السياسية، طبعا على قواعد راسخة من الديمقراطية والحرية والعدالة. كلكم من القاهرة يعني؟ معظمنا من القاهرة، بس ما منعش ان اي حد عايز ينضم لينا طبعا بينضم لينا. أوكي. بيكون بالمراسلة يعني. باشمهندس، يعني قبل ما اسألك على النشاطات اللي بتقوم بيها الحركة، عايز اسألك على عدد الاعضاء لحد دلوقتي وصلوا لقد ايه؟ عدد الاعضاء معدي 5000 عضو، وفي ازدياد مستمر. والازدياد ده بيجي عن طريق نشاطاتنا، الانشطه اللي احنا بنقوم بيها والحراك اللي احنا بنقوم بيه، ده بيؤدي الى ان الناس بتطلع الحركه وبتؤمن بيها وبتبتدي تنضم لينا بالتدريج، اضافه طبعا للجروب لوجودنا على الفيسبوك وعلى الانترنت. تمام. طب نشر الوعي، المساهمه في تحقيق مطالب الثوره ازاي؟ ايه الانشطه اللي ممكن يعني تساعد في ده؟ اقول لحضرتك حاجه، هو مبدئيا الهدف الرئيسي للحركه هو تحقيق النهضه المصريه، تحقيق النهضه. لا، مش هدفنا ان احنا نحقق الديمقراطيه كهدف. الديمقراطيه بالنسبه لنا وسيله لتحقيق النهضه المصريه. تحقيق النهضه في كافه المجالات برضو، مش عايزين نركز على الناحيه السياسيه. الناحيه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه. واي مشروع او اي اداء بنقوم فيه لتحقيق ايه؟ هذا الهدف. وفي نفس الوقت زي ما قالت دكتور غاده، احنا ما احناش حركه بتنتمي لتيار او حزب معين او حركه وطنيه معينه في البلاد. احنا تيار بننتمي الى مصر وبننتمي الى الحق. احنا كحركة ضمير دايما بنشتغل على ان احنا نشوف ايه السلبيات ونحاول ان احنا نعالجها وبنقدم ليها الحلول كمان، ونضغط لتحقيق هذه الحلول. قد تكون هذه السلبيات موجودة في الحكومة، قد تكون موجودة عند المجلس العسكري، قد تكون موجودة داخل الثورة. فاحنا نعادي السلبيات ونقف بجوار الايجابيات وبنحاول ان احنا نؤكدها. دكتور غادة، حضرتك بعيدة عنك منسق إعلامي لحركة ميدان، حضرتك كمان مهتمة بفئات معينة من المجتمع. يمكن وإحنا بنتكلم فوق اتكلمنا على أنك مهتمة بالمرأة وبالطفل، مهتمة بقضية زي قضية التعليم. إزاي ده هيتم من خلال حركة الميدان، ولا دي اهتمامات شخصية بتحاولي تستفيدي منها بس علشان حركة؟ زي ما أنا عجبني اللفظ اللي قاله المهندس، أنه فكرة ضمير، يعني أنه حركة مهمة. ضميرية. حركة ضميرية. لا، انا اصلا دخولي الحركه كان هو ده سببه، هو ده اساسه، ان احنا بنهتم بالتنميه في كل المجالات، منها النهضه الفكريه للمراه، الاهتمام بالطفل بكل من اول المدرسه، بنهتم بالطفل، بنهتم بقدراته. فعاملين دراسات وابحاث على الامور دي كلها، طبعا مساعده ناس متخصصه ودارسه اكتر مننا علما في الامور دي، وان شاء الله بنحاول ان احنا نحققها يعني. طب معلش بس اسمحوا لي اختلف شويه، يعني احنا كمواطنين زهقنا وتعبنا من فكره الدراسات، كل واحد يطلع يعمل لي دراسه. طب وبعدين؟ طب ما تنفذ يا جدعان، ما الدراسات موجوده في العالم كله، افتحوا دراج اي حته. اختلفت يا عايده، يعني احنا عايزين نفصل بقى من فتره قبل الثوره ودلوقتي. تمام، فهماني؟ فعايزين ده بنحط الامل ان احنا ان شاء الله هنقدر نعمل حاجه، وبالشباب اللي موجودين. احنا عايزين اكشن بلان، مش عايزين دراسات جديده. انا مختلف برضو مع حضرتك في حاجه، احنا ما بنقولش ان احنا بنعمل دراسات
من اجل الدراسات، دي مش حقيقه. اه والنبي، واعتقد ان حضرتك ممكن تكوني زهقتي من الناس اللي بتتكلم كتير بدون علم وبدون وعي وبدون خطه. عايزين يكون خطة هذا بقى. لكن احنا بنعمل ايه؟ احنا الاكشن زي ما قلت لحضرتك، احنا بنوصل في الاخر لمنطقه الحلول وبنضغط لتحقيق هذه الحلول. حضرتك لو كنت خدت ما حضرتك قلت بنضغط، انا مش عارفه ازاي، بس يعني ازاي. فاحنا الاول احنا بنشتغل بطريقه علميه عشان يكون عندنا قاعده علميه. من خلال القاعده العلميه ديت اقدر اعمل الاكشن بلان بتاعي تكون اكشن قائمه على قواعد علميه، وتكون اكشن، وبالتالي يكون الاكشن ايجابي وفعال، يكون في مصداقيه عند الناس. هي دي البوينت، ان احنا مش عايزين اكشن بلان عشوائي. احنا الاكشن بلان بتاعنا قائم على دراسات علميه متخصصه في اي مشروع احنا بنتناوله. وطبعا زي ما انت شايفه بعد الثوره في زخم كبير جدا للمشروعات، سواء كانت تنمويه او سياسيه او خلافه، ورؤى مختلفه وكده. فاحنا بالتالي برضو حذرين من النقطه دي، وبنهتم بالقضايا الوطنيه ذات الاولويه. يعني ممكن انا مثلا، احنا شفنا ان القضايا ذات الاولويه قضيه الانتخابات المصريه. في قضايا اخرى، في قضايا زي الامن. طيب يا باشمهندس، بعد ما تخلصوا الدراسه بتتقدموا بيها لمين؟ اقول لحضرتك احنا الدراسه بنقوم بيها وبنحدد الحلول زي ما قلنا، ونبتدي ننشرها، بنقدمها لمصر بشكل عام، وما عندناش مانع جدا ان تتبناها حركات اخرى او قوى اخرى او جهات اخرى، في سواء كانت حكوميه او غير حكوميه على فكره. يعني ده ما يضرناش في شيء، احنا بننشر الدراسه بتاعتنا، بنفتح المجال للاخرين وللجميع عموم الاخرين في الدوله ايا كان صفاتهم او اتجاهاتهم، ان هو يبتدي يشتغل على القضيه ديت، وقد يكون الحلول بتاعتنا ديت مفيده ليه وتبناها ويساعدنا فيه او يقوم بيها بشكل منفرد. وبالفعل عملت دراسه على الانتخابات البرلمانيه؟ احنا فعلا قمنا بدراسه مستفيضه عن الانتخابات البرلمانيه بطريقه علميه. والدراسه دهيت وقمنا بدراسه تسمى في العلم، في العلوم السياسيه، دراسه مقارنيه. الدراسه المقارنيه لما بيكون في قضيه كبيره، فانت ببساطه شديده جدا بتقارني القضيه بتاعتك او الموضوع بتاعك، الوضع بتقارني المشروع اللي انت شغاله عليه او القضيه اللي شغاله عليها بنموذج يحتذى به. فاحنا فعلا قارنا النظام الانتخابي المصري بالنظام الانتخابي الاوروبي. طبعا. لما قارناه ما قارناهوش على مستوى دوله، قارناه على مستوى القاره الاوروبيه بالكامل. عده انظمه بقى، مش نظام انتخابي واحد. في حضرتك طبعا عارفه ان اوروبا كلها متوحده تحت رايه الاتحاد الاوروبي. وفي عندها الاتحاد الاوروبي، في عندها المجلس الاوروبي. المجلس الاوروبي هو المختص بالتشريعات وتنظيم والانظمه السياسيه داخل القاره الاوروبيه بشكل عام، وكلامه حاسم ومسموع. فعلا هم كان في انفيتيشن منهم، وانا فعلا حضرت هناك معاهم، وحضرت مع المجلس الاوروبي بالكامل وجميع اعضاء المجلس الاوروبي، وكان في بيننا وبين بعض مناقشات وجلسات كثيره جدا، وقد خطاب هناك والعديد من المؤتمرات الصحفيه فيه. والتفاعل دوت ادى ان بقى في اتصال بيهم بشكل مباشر. بس انتوا لو بتقارنونا باوروبا ده كده تعجيز، ده طب ما تقارنوا بحته في افريقيا كده، حته كده يعني، بتودونا في، لا على فكره، في اقصى حاجه. عاوزين مش اقصى حاجه ولا حاجه، احنا عايزين نكسر حته التعجيز دوت. بمعنى ايه؟ احنا قارنا، ما قارناش مصر باوروبا. احنا قارنا النظام الانتخابي. طب احكي لنا بقى على المخرجات بقى من هذه الدراسه عشان نبقى احنا قارنا النظام الانتخابي ببساطه شديده جدا المصري بالنظام، بالمبادئ النظام الانتخابي الاوروبي واللي تم اصداره من لجنه البندقيه، اللي هي اللجنه المسؤوله عن السياسات في القاره الاوروبيه. وطبعا هم قدموا لنا دراسه مستفيضه وكبيره جدا، احنا قمنا بتلخيصها، يعني حوالي 500 او 600 ورقه اتحولت الى 10 ورقات، والعشر ورقات دول فيهم المبادئ الأساسية الواضحة والصريحة لكيفية تحقيق نظام انتخابي حر وديمقراطي ونزيه تبع اللي هم قالوه. قارنا بنص المقارنة، نحن وضعنا كل مبدأ انتخابي بتسير عليه القارة الأوروبية يمين، وما يشابهه وما يمثله من الانظمه. قول لنا معلومات بقى، عايزين تفاصيل بقى يا باشمهندس، ما احنا مش عايزينها في المقارنه دي. طلعت لنا ايه؟ ودتنا فين؟ مبدئيا المقارنه دي اوجدت ان النظام المصري الانتخابي بيتشابه جدا في النواحي الشكليه، ويختلف تماما في النواحي الفعليه. على سبيل المثال، بتهيألي الورق ده معانا ينزل على الشاشه، ولا مش ده اللي معانا اللي ينزل؟ انا ممكن اقوله لحضرتك بشكل بسيط برضه، لان هو يعني احط المبادئ الاساسيه كتير جدا. فوجدنا خلاصة الدراسة بتاعتنا، وجدت أن نظام الانتخاب المصري لا يحقق المعايير الديمقراطية الحقيقية لإخراج انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية. ليه بقى؟ أول حاجة، صندوق الاقتراع في مصر متنقل غير ثابت، المفروض يكون صندوق الاقتراع
ثابت في مكانه لا يتحرك، وان تحرك فبيتحرك بشروط صارمه جدا جدا جدا. كانك محركه صندوق ذهب، انت كده حضرتك لما تحرك صندوق ذهب كبير هيحصل ايه؟ فبالتالي صندوق كل صناديق الاقتراع المصريه بيتم تحركها، ومستحيل حتى لو في نيه طيبه انك انت تحقق الشروط الصارمه دي. قصدك نقلها من مكان الاقتراع لمكان الفرز. لمكان الفرز في اوروبا الصندوق ثابت ويتم الفرز في مكانه، دي رقم ماشي. واحد ده مش هيتحقق في مصر. تاني حاجه، في مصر في منع للمراقبه، وانت حققت المراقبه فبتبقى مراقبه شكليه. ليه؟ اولا المراقبه حتى في مصر بيسموها، لو رجعتوا القانون الانتخابي المصري يقول لك المتابعه. مش عايز اقول حتى المراقبه كانه عيب نقول المراقبه، لا طبعا احنا المفروض نقول المراقبه. والمراقبه لازم تكون فعاله وحاسمه. في اوروبا فعاله وحاسمه. ليه فعاله وحاسمه؟ لان المراقبه بيقوم بيها مش جهات امنيه اللي بيقوم بالمراقبه، او جهات تتبع مؤسسات مثلا مدنيه تتبع للحكومه زي ما حصل في مصر. المراقبه بيقوم بيها اصحاب الانتخابات، بمعنى ان كل الاحزاب دول مناديب اللي عندنا، هم عندنا مندوبين. لا بس المندوبين اللي في مصر برضو لما بيجوا عن الاحزاب ما بيقوموش بعمليه المراقبه بشكل جدي، بمعنى عايزين مراقبه على باب اللجنه يعد الناس اللي داخله، عايزين مراقبه ليها حكمه حاسمه داخل اللجان، بمعنى لما تيجي الاوراق في اوروبا مثلا ما بتخش الاوراق بيعدوا الاوراق اللي داخله، دخلت 1000 ورقه بالظبط، لما يخلص اليوم الانتخابي او اليومين الانتخابي او ثلاث يوم الانتخابي بيشوف الاوراق المتبقيه، ادي 200 يبقى في 800 صوت لازم تطلع لي في اللجنه دي 800 صوت، ما قد يكون منهم 50 او 100 باطل، يبقى يتبقى لي كذا. دي عمليه، دي مراقبه. وبعدين المراقبه كمان بره ما هياش مراقبه يوم الانتخاب، دي مراقبه امتى بقى؟ لفترات تسجيل المرشحين والحملات الانتخابيه بتتراقب ماشي، وايام الانتخاب بتتراقب، وايام وساعه الفرز بتتراقب، والنتائج بتتراقب. يعني من بدايه اللجنه المشرفه على الانتخابات ومراقبه حاسمه وذات فاعليه، وقبل ان هي تضع احكام ونتائج يؤخذ بها في حاله الطعون وخلافه. طبعا ده مش متحقق في مصر بشكل جدي، بيتحقق بشكل شكلي ودي، ودي على كده كلمه متابعه ماشي، كلمه مراقبه. ثالث حاجه عشان ما نطولش، اللجنه العليا. اللجنة العليا للانتخابات في أوروبا لجنة بتضم إيه؟ لجنة بتضم قاضي واحد أو اتنين، عالم في السياسة، عالم في علم الاجتماع، عالم في التاريخ، عالم في الجغرافيا. ليه؟ يعني قصدي إيه لازمته مع احترامي الشديد لكل هذه الفئات؟ إيه لازمته في الانتخابات؟ أقول لحضرتك، عالم في السياسة إنك أنت بتقوم بعملية سياسية. عالم في علم الاجتماع لان حضرتك، وعلم وعالم في الجغرافيا لان حضرتك بتقومي في الاول بتقسيم الدوائر الانتخابيه تبعا للخريطه الجغرافيه اللي عندك، تبعا لعدد السكان وانواع السكان وكمان السيرفي المعمول قبل كده او الدراسه المعموله قبل كده لاماكن التصويت المزدحمه او اماكن التصويت المش مزدحمه والفعاليه التصويتيه. في معايير كتيره جدا بيتم ادخالها في بعضها، ومحتاجه علماء، محتاجه متخصصين في هذا. اضافه الى ذلك، اللجنه العليا للانتخابات في الخارج بتضم ممثلين عن الاحزاب جوه اللجنه العليا للانتخابات، وكمان بيتم تفعيل قرارات هذه اللجنه عن طريق الاغلبيه. الاغلبيه في مصر، اللجنه العليا للانتخابات هي لجنه قضائيه لا تضم الا قضاه فقط لا غير. وطبعا دوت شيء مش ديمقراطي.